وسلم من كتاب العربية بين يديك من إذاعة المنار الإسلامي FM 93.1. ډیرو عزتمندو اوریدونکو بیا مهم سلامونه او نیکې هیلې او احترامات مو منئ، په دې هیله چې تاسې به ټول روغ جوړ او د ژوند پر ټولو چارو کې به برلاسي اوسئ. خوږو دوستانو، خپرونه د تیر په څیر ده، د قرآني ژبې زده کړې ده. تاسې د منار اسلامي راډیو څخه اورئ. په دغه خپرونه کې به تاسې ته د العربیت بین یدیک له درېیم کتاب څخه درس وړاندې کیږي. هیله مند یو چې تاسې هم را سره تر پایه پاتې شئ، خپرونه را سره ښه دقیقه وڅارئ تر څو تاسې په عربي باندې پوه شئ. خوږو دوستانو، دا خپرونه درته زه زورحمان مخلص او را سره ډېر قدرمن استاد عبیدالله عزت ستاسې درانه خدمت ته وړاندې کوو. استاد، راغلی ده چې تاسې ته په خیر درس وړاندې کړي. استاد، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أولا أحمد ربي حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره شكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين صلاة ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا صلاة ما غفل عنه الغافلون. أيها المتابعون الأفاضل والمستمعون الأعزاء، نشكركم شكرا جزيلا لحسن متابعتكم واستماعكم لنشراتنا. فالآن أيها الإخوة، أرحبكم إلى درس جديد أو إلى نشرة جديدة، ألا وهي نشرة اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك. وصلنا أيها الإخوة إلى الوحدة 13 من الجزء الثالث، الدرس 88. في النشرة السابقة أيها الإخوة، لقد شرحنا قصة ما ذكر صاحب الكتاب، أو ذكر أيضا صاحب المسجل، وكتب صاحب الكتاب تلك القصة أو ذاك الموضوع في آخر صفحات الكتاب. لمن الخو غوري دونكو دخو غي جبي زكونكو دلي رب العالمين أميد لرم شروغ جول بيستي عزت مندو زمن غستاس ونن خبرونا دا العربية بين يدي كتاب سخا دي اللسما وحدة دا درم جوز دي أتأتي يم نمبر درس دي. عنوان دا درس دي فهم المسموع بعد أن استمعت إلى النص، أجب عن الأسئلة التالية. تير أخبرونا كي عزت مندو منغا وتاسو ليو كي ستي درس أوريدليو بآغا درس منغا وتاسو دا كتاب بآخرك بيداكو أغم واضحك وشرحمكو باريك منغا وتاسو دا يدوى قسيرا كريوي أو دوانا دوا دبا باركي يو دا يو عالمو أغا خبل لور يو شاگر تور كريوا دوهم دارنگي دا شريح قازي دا هغي دوا دبا پوريگرامو چې سمرا آسان ودوني كريو سونه په اسانه طریقه باندې او به سمره خيسته جون الله رب العالمین هغه خلکو ته نصیب کړو. مپاغي کې ډیر عبرت او ډیر درس زمونږ استادو لپاره پکې پروت و، نه چې هر کله په اسانه باندې واده وشي به تکلف نه، به د زیاتو خرچو نه، به د اسراف نه، به غیر د رواج نه، نو په دسې واده کې الله رب العالمین خیر او برکت د زیات اچولی وي. هغه مونږ او تاسو ته یو څو نمونې وړاندې کړلې. رازو عزت مندو وس منگ تاوي غختنا سكي بعد أن استمعت إلى النص، أجب عن الأسئلة التالية. وأتمنى منكم أنكم أجبتم لهذه الأسئلة لأنكم سمعتم ذاك النص ثم شرحنا أيضا. أما اليوم سوف أكرر سريعا إن شاء الله، فلينظر كل مستمع كيف أجبت، هل أجبت صحيحا أم أجبت خطأ. عزت مندو منگا تاسو خو کې سټي درس مو اوریدلیو، به تم شرح کو، نو امید لرم چې دا تمارین به تاسو حل کړی. نن صرف دا کو چې تیز په ځو چې کوم سوال صحیح دی، کوم سوال خطا دی. هر زده کوونکی به خپل ځان وګوري چې ما څومره خطا کړی دا څومره می صحیح کړی. تعالوا نبدا بالتدريب الاول. يقول اجب بوضع علامه صحيح او خطا. هنا عندنا بعض الجمل، يقول
اقرأ كل جملة وفكر في كل جملة، هل هذه الجملة صحيحة أم خطأ؟ هل وفق ما قرأت في النص أم ما سمعت من المسجل؟ أم ليس وفق ما سمعت أو ليس وفق ما رأيت في آخر الموضوع؟ فإن وجدت وفق ما سمعت من المسجل فاكتب أمام الجملة علامة صحيح، وإن فكرت في الجملة وأنك ما سمعت من المسجل مثل ما كتب هنا صاحب الكتاب فإذا اكتب أمام الجملة علامة خطأ. فإن استطعت أن تصحح الخطأ فصحح الخطأ. تعالوا إذا نقرأ الجمل. الجملة الأولى يقول كان شريح قاضيا مشهورا. الجملة الثانية لم تخطئ زوجة شريح في حق زوجها 20 عاما. الجملة الثالثة يقول شكر شريح زوجته عندما رأى جمالها وحسنها. الجملة الرابعة يقول رد شريح على خطبة زوجته بخطبة أخرى. الجملة الخامسة يقول كانت أم زوجة شريح تزورها كثيرا. الجملة السادسة كان شريح يغضب زوجته كثيرا. الجملة السابعة كانت زوجة شريح على خلق ودين. تعالوا أيها الإخوة نشرح الجمل ونجيب مباشرة أيضا. يقول هنا في الجملة الأولى كان شريح قاضيا مشهورا. القصة الأولى ما سمعنا من المسجل كان في حق من؟ في حق القاضي المشهور الذي اسمه شريح القاضي. إنه تزوج بامرأة ومكث عندها 20 عاما فلم يغضب على تلك المرة إلا مرة واحدة، ثم أقر شريح أني كنت على خطأ فلهذا غضبت على زوجتي. لماذا لم يغضب شريح على زوجته؟ لكثرة خلقها ولكثرة دينها ولكثرة جمالها وحسنها. إنها كانت ذات الدين وإنها كانت مطيعة لله وكذلك للزوج أيضا، فلهذا لم يغضب شريح في 20 عاما مرة إلا مرة واحدة فقط. ثم هو أقر بنفسه أني كنت خاطئ، أنا كنت ظالما. فهنا يقول كان شريح قاضيا مشهورا. هل نحن أخذنا أو سمعنا في المسجل هكذا أن شريح هو القاضي المشهور يعني يعرفه كل الناس؟ نعم، الإجابة صحيحة، نعم شريح كان قاضيا مشهورا جدا يعرفه جميع الناس في زمنه وفي عهده، حتى الآن أيضا نحن أيضا نعرفه شريح القاضي المشهور العادل. حينما نعطي المثل في التقوى وفي القضاء فنحن نقول لابد أن يكون ونحتاج اليوم قاضيا مثل القاضي شريح. فإذا نكتب هنا أمام الجملة علامة صحيح. أول جملة سوى عزت منذ بشريح قاضي مشهور بالكل جملة سدى سيدا. الجملة الثانية لم تخطئ زوجة شريح في حق زوجها 20 عاما. نعم أيضا هذه الإجابة إجابة صحيحة. نحن سمعنا في المسجل أقر قاضي شريح وبنفسه أن زوجتي لم تغضبني في 20 عاما إلا مرة واحدة وكنت على خطأ. فلهذا هنا يقول صاحب الكتاب لم تخطئ زوجة شريح. زوجة شريح ما أخطأت في حق زوجها في خدمة زوجها منذ متى؟ يعني في 20 عاما، ليس سنة، ليس سنتين، ليس 3 أعوام، بل إنها في 20 عاما ما صدرت عنها خطأ واحدة في حق زوجها، فجزى الله خير الجزاء لتلك المرأة. فإذا نكتب هنا أمام الجملة علامة صحيح. دوما جملة كوي تدا شريح قاضي خذت شوا أغدو خاون إس قسم خطانا وكري داغي خلاف نوكر شل كالكي. يقينا جملة سدى سيدا. الجملة الثالثة يقول شكر شريح زوجته عندما رأى جمالها وحسنها. هنا ماذا نقول، جملة صحيحة أم خطأ؟ فإذا نقول جملة خطأ. لماذا؟ أما شكر؟ لا، حينما رأى جمالها وحسنها إنه ما شكر، بل إنه قام وصلى 2 ركعتين. ممكن شكر، لكن نحن سمعنا في المسجل أو نحن سمعنا في الموضوع من المسجل أنه حينما دخل إلى غرفتها فحينما رأى جمالها وحسنها فقام مباشرة فبدأ بصلاة 2 ركعتين، بل صلى
صلاة الركعتين ثم أراد أن يمد يديها إليها. فإذا نكتب هنا علامة خطأ. الجملة صحيحة بنفسها في العبارة، لكن هنا نحن نريد وفق ما قرأنا في المسجل. الجملة الرابعة يقول: رد شريح على خطبة زوجته بخطبة أخرى. ماذا نكتب أمام الجملة؟ علامة صحيح. هنا يقول في هذه الجملة: لما دخل شريح إلى زوجته أراد ماذا؟ أن يمد يديها إليها. فماذا قالت هي؟ قالت: على رسلك يا شريح، أو على رسلك أيها الزوج. ثم هي بدأت بخطبة. لما انتهت هي من الخطبة فقام شريح فبدأ الخطبة بعد خطبتها. فهنا أيضا يقول: رد شريح على خطبة، يعني حينما خطبت المرأة الزوجة ثم رد شريح هو بنفسه فقام بخطبة فنصحها. نعم، فإذا نكتب هنا أمام الجملة علامة صحيح. الجملة الخامسة يقول: كانت أم زوجة شريح تزورها كثيرا. يعني أم زوجة شريح هي تأتي كل يوم لزيارة ابنتها؟ لا، نحن ما قرأنا هكذا. إنها جاءت بعد سنة. هي جاءت أم زوجة، هي جاءت متى؟ بعد سنة لزيارة ابنتها فقط. حتى بعد سنة الزوج شريح هو كان بنفسه ما يعرف من هذه المرأة، فلهذا سألت عن زوجته: من هذه المرأة؟ قالت: هي أمي، جاءت بعد سنة لزيارتها. فإذا نكتب هنا أمام الجملة علامة خطأ. الجملة السادسة يقول: كان شريح يغضب زوجته كثيرا. شريح هو الذي يغضب زوجته كثيرا؟ لا، نحن سمعنا إنه فقط صدر منه الخطأ في 20 عام مرة واحدة فقط. ما يغضبه دائما، ما يضربه كل يوم، ما يشد عليها كل يوم، بل إنه صدر منه فقط في 20 عام مرة واحدا، ثم هو أقر بنفسه أني على خطأ. فإذا نكتب أمام الجملة علامة صحيح. الجملة السابعة يقول: كانت زوجة شريح على خلق ودين. نعم، فإذا نكتب هنا أيضا أمام الجملة علامة صحيح، لا شك في ذلك. فما تقول أخي المستمع في زوجة أنها لم تغضب زوجته في 20 عام؟ لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أكثر. ألا نقول أنها ذات الدين وذات خلق؟ بلى، نقول إذن. فإذا نكتب هنا أمام الجملة علامة صحيح فنقول: كانت زوجة شريح على خلق ودين، لا شك في ذلك. إذا منذ أول تمرين كمان تاصل وجملة دي بو جملوك دو جملة وي خطارة كريبي باقي جملة سيرا كريبي. أولاني جملة وسيوة، دوام جملة سيوة، درام جملة سوا خطا وشكرة فزيبان من سبايدو. بل صلى شريح حينما رأى جمالها وحسنها. تلورم جملة همتدى سيوة. بنزما جملة كبه خطأ راغلي و دا خبره کلي و چه دا شريح خذا چه و دا هاغي مور چه و يعني خواخي چه كده له هاغا بزياد دا هاغي ملاقات تراتله نا اغا صرف کال كيو كرتي راغلي و شبقه ما جملة هم سيوا و ما جملة هم سيوا. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الثاني. يقول صاحب الكتاب: اختر الجواب المناسب بوضع دائرة حول الحرف المناسب. هنا أيضا عندنا بعض الأسئلة، مثلا الجملة الأولى: كان ابن أبي وداعة يلازم. قصة ثانية: في حق من؟ ابن أبي وداعة، عبد الله ابن أبي وداعة، هذا طالب في مسجد النبوي الشريف. لما توفي زوجته غاب عن الدراسة 3 أو 4 أيام. حينما رجع إلى الحلقة أو إلى الدرس أو إلى المسجد فسأله الشيخ، الشيخ هو كان من؟ سعيد بن المصيب رحمه الله. قال: لما كنت غائب؟ قال: توفي زوجتي، توفيت زوجتي، فلهذا غبت، كنت في خدمتها. فهو الذي قام بنفسه، الشيخ العالم هو الذي قام بنفسه، فجمع بعض الطلاب فقال: أشهد بذلك أني أنكح ابنتي لهذا الطالب. فنكحها في الغداء ثم زوجها في العشاء، يعني قبل المغرب. فإذا هنا يقول: كان ابن أبي وداعة يلازم، يعني يأتي كل يوم.
ويكون مع الأستاذ ويأتي إلى الدرس كل يوم في أي موضع. هنا يقول ذكر لنا ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يقول المسجد الحرام، المسجد النبوي، جيم مسجد قباء. فإذا يطلب منا صاحب الكتاب اختر الإجابة الصحيح. هذا الشخص الذي اسمه عبد الله ابن أبي وداعة، أين هو كان يلازم مع شيخه؟ أين هو الذي يدرس؟ هل في المسجد الحرام في مكة المكرمة؟ أم في المسجد النبوي في المدينة المنورة؟ أم في مسجد قباء؟ فإذا ماذا نجيب؟ نحن كيف سمعنا في المسجل؟ نحن سمعنا من المسجل أنه كان يلازم مع شيخه أو في حلقة درسه في المسجد النبوي. فإذا نكتب هنا كان ابن أبي وداعة يلازم المسجد النبوي. السؤال الثاني، كان ابن أبي وداعة من تلاميذه الشافعي؟ لا. مالك؟ لا. سعيد بن المسيب تلميذ من؟ تلميذ سعيد بن المسيب رحمه الله. السؤال الثالث، تغيب ابن أبي وداعة عن حلقات الدرس لوفاته، إنه غاب عن الدرس بسبب ماذا؟ لوفاة زوجته أم باء أخته أم جيم ماذا أمه؟ الجواب الصحيح ماذا؟ زوجته، لوفاة زوجته، الجزء الأول. السؤال الرابع يقول زوج ابن المصيب ابنته لابن أبي وداعة لأنه، يعني قام الشيخ فزوج ابنته لطالب العلم الذي اسمه عبد الله ابن أبي وداعة، هنا اشتهر بابن أبي وداعة، زوجه بسبب ماذا؟ أنه ذا مال، يعني صاحب مال، أنه ذو خلق ودين، أم ذو حسب؟ الجواب الصحيح ماذا؟ ذو خلق ودين، إنه فقد تأثر عن خلقه ودينه. السؤال الخامس ماذا؟ كان مهر بنت ابن المصيب، مهر تلك الفتاة كم؟ الجزء الأول درهمين، ب ثلاثة دراهم، جيم 30 درهما. الجواب الصحيح ماذا؟ درهمين، الجزء الأول. السؤال السادس يقول خطب ابنة سعيد ابن المسيب حمزة، هارون الرشيد، الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن المروان. يعني هل حضر شخص هو كان يريد من؟ ابنة سعيد بن المسيب، يعني قدم الخطبة لابنة سعيد بن المسيب، يعني طلب الزواج معها لكن سعيد بن المسيب رفض. من هو كان؟ هل هارون الرشيد أم الوليد بن عبد الملك أم عبد الملك بن مروان؟ الجواب الصحيح ماذا؟ الوليد بن عبد الملك، إنه جاء فكان طلب عن سعيد بن المسيب ابنتهم لكن إنه رفضهم. السؤال السابع يقول تم العقد على ابنة المسيب، على ابنة ابن المسيب في حمزة، يعني أين صدر هذا العقد؟ أين تم العقد الزواج بين الطالب وابنة سعيد؟ في بيت والدها، بيت زوجها، المسجد. الإجابة الصحيحة ماذا؟ المسجد. السؤال الثامن يقول المرأة التي قامت بإصلاح ابنة ابن المسيب، المرأة من هي التي قامت بإصلاحها وبزينتها وبجمالها؟ من هي كانت التي زينها لابنها؟ أم ابن أبي وداعة، أمها، أختها؟ الإجابة الصحيحة ماذا؟ أم ابن أبي وداعة، هي التي لما أخبره الولد أني تزوجت بفتاة أو بابنة سعيد المسيب وإنه قام بنفسه فحضرها لي هنا. فماذا قالت أم ابن أبي وداعة؟ فقال حرام وجهي عليك، حرام أن تنظر إلي حتى أجملها وأحسنها لك ثم آتيها لك. بعد 3 أيام حينما جملها وحسنها وزينها ففعل معها كما تفعل بكرائم النساء ثم حضرها لها لهم. الإجابة الصحيحة ماذا؟ الجزء الأول، أم ابن أبي وداعة. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى صفحة أخرى وإلى التدريب الثالث. يقول أجب عن الأسئلة التالية باختصار. لأن جوابنا ذكر كي مختصر سؤالنا راكل لمنتويتي جوابنا مختصر ذكر كي
السؤال الأول: ماذا فعلت زوجة شريح عندما كان يصلي؟ السؤال الثاني: لماذا خطبت زوجة شريح في تلك الليلة؟ السؤال الثالث: لماذا كانت أم زوجة شريح تزور ابنتها قليلا؟ السؤال الرابع يقول: هل كان شريح يعرف أم زوجته؟ وضح ذلك. السؤال الخامس: لماذا انعقد لسان ابن أبي وداعة؟ السؤال السادس: لماذا نسي ابن أبي وداعة صومه؟ السؤال السابع: لماذا لم يصدق الناس زواج ابن أبي وداعة من ابنة ابن المصيب؟ السؤال الأخير: ماذا؟ كيف وجد ابن أبي وداعة زوجته؟ تعالوا أيها الإخوة نجيب مختصرا بعد أن نترجم الأسئلة. أول سؤال ذاك: لماذا فعلت زوجة شريح عندما كان يصلي؟ شريح سوق له يا خزي سوق له شريح قاضي خزي كلجي شريح دركات منسكو كوتكي. دين سؤال سوي: لماذا خطبت زوجة شريح في تلك الليلة ولي خطبة ورانك لداغي خزي شريح دا بدغش بكي؟ درين سؤال سوي: لماذا كانت أم زوجة شريح تزور ابنتها قليلا ولي دا شريح قاضي خزا داغي مورتوا ولي بددا لور ملاقات كلا كلا كو لغي كو ديري نكو؟ سلورم سؤال: هل كان شريح يعرف أم زوجته؟ وضح ذلك. آية شريح قازيتيو دخزي موري بجاندلا بجاندلا كني بجاندلا داغي وزاحتوك. بنزم: لماذا انعقد لسان ابن أبي وداع ولد ابن أبي وداع جب بند شللا فدادا باند خبر نشكولي؟ شبغم: لماذا نسي ابن أبي وداع تصومه؟ ابن أبي وداع ولخبل روجته هير شللا. لماذا لم يصدق الناس زواج ابن أبي وداعة من ابنة ابن المصيب؟ ولخلق دا خبر تصدقك ولنا نيمان لا چه سعيد بن مصيب خبل لور ابن أبي وداعة وركرد. أتنصال سوي: كيف وجد ابن أبي وداعة زوجته؟ دغ طالب العلم چه ابن أبي وداعة دي خبل خذت سنگ من ذكر لا أخلاق سرقم. تعالى ونجيب مباشرة. يقول: ماذا فعلت زوجة شريح عندما كان يصلي؟ فكيف نجيب؟ نقول: كانت تصلي خلفهم، تركع بركوعه، تسجد بسجوده، تسلم بسلامه. السؤال الثاني: لماذا خطبت زوجة شريح في تلك الليلة؟ ماذا نجيب؟ لتبيين أن إرادة الله هي التي جمعتهما، حتى هي توضح لها أن الله سبحانه وتعالى أراد اجتماعنا. السؤال الثالث: لماذا كانت أم زوجة شريح تزور ابنتها قليلا؟ الجواب ماذا؟ لأنه لا يحب أن يمله أسحار. شريح القاضي وما كان يحب أن يأتي إليه الضيوف أكثر، وفق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذر غبا تزداد حبا. السؤال الرابع يقول: هل كان شريح يعرف أم زوجته؟ وضح ذلك. لا، ما كان يعرفه، لأنه سأل زوجته عن المرأة حينما رآها. السؤال الخامس: لماذا انعقد لسان ابن أبي وداعة؟ الجواب ماذا؟ من شدة الفرح والدهشة، فما كان يتوقع أن يحصل له هذا ما صدر له من سعيد بن المسيب رحمه الله. السؤال السادس: لماذا نسي ابن أبي وداعة صومهم؟ الجواب ماذا؟ من شدة الفرح. السؤال السابع: لماذا لم يصدق الناس زواج ابن أبي وداعة من ابنة ابن المصيب؟ الجواب ماذا؟ لأنهم يعلمون أن ابن المصيب رفض الوليد بن عبد الملك وهو أغنى من أبي وداعة. أكرر مرة أخرى: لأنهم يعلمون أن ابن المصيب رفض، يعني ترك، لم يقبل له الخطبة الوليد بن عبد الملك وهو أغنى من ابن أبي وداعة، إنه كان بنفسه ملك وابن الملك أيضا. السؤال الأخير يقول: كيف وجد ابن أبي وداعة زوجتهم؟ الجواب ماذا؟ وجدها جميلة جدا وحافظة لكتاب الله وذات الدين وذات الخلق. التدريب الرابع يقول: أيها الإخوة، املأ الفراغ بما هو مناسب. الجملة الأولى: صلى شريح لله.
لماذا صلى؟ هل صلى صلاة الفرض أم صلاة النافلة أم صلاة الشكر؟ أكمل الفراغ. السؤال الثاني يقول: كان ابن أبي وداعة يلازم المسجد طلبا، يعني إنه يكثر ويذهب إلى المسجد، لماذا يذهب؟ للصلاة، لذكر الله، لقراءة القرآن، أم لماذا؟ السؤال الثالث يقول: عندما تغيب ابن أبي وداعة ظن ابن المصيب، حينما لم يأتي هذا الطالب إلى الدرس فظن شيخه سعيد بن المصيب، ماذا ظن به؟ أكمل الفراغ. السؤال الرابع يقول: لو علم ابن المصيب بوفاة زوجة ابن أبي وداعة لي، هنا يقول لو علم ابن المصيب، لو كان عنده علم بوفاة زوجة ابن أبي وداعة ماذا كان فعل؟ ماذا كان أراد أن يفعل معه؟ أكمل الفراغ. الجملة الخامسة يقول: ظن ابن أبي وداعة أن الناس لم يزوجوهم. ظن ابن أبي وداعة، هذا الشخص، هذا طالب العلم، لما توفيت زوجتهم ظن أنه لم يزوجه أحدا من ابنته أو من أخته، لماذا؟ أكمل الفراغ. السؤال السادس يقول: لماذا أو لما قال ابن المصيب لابن أبي وداعة أنه سيزوجه ابنتهم، ماذا حصل لهم؟ لما قال ابن المصيب لهذا الطالب العلم أنه سيزوجه ابنته، ثم ماذا حصل لهم؟ السؤال السابع يقول: زوج ابن المصيب ابنته لأبي وداعة لي، لماذا زوجه؟ العلة ماذا في هذا الطالب العلم؟ السؤال الأخير يقول: أخفى ابن أبي وداعة الطعام عن زوجته لي، هذا الطالب العلم كان صائما، إنه كان يفطر بماذا؟ بالخبز والزيت، فحينما حضرت زوجته إلى بيتها إنه أخفى الطعام، لماذا أخفى الطعام؟ العلة ماذا؟ السبب ماذا؟ أولا جملة كسوي عزت منه وشريح قازيتشو منزي وكل الله رب العالمين دبارا دا كم منزو ورست داسي وكلمة راورات دا جملة بي سيشي بورشي. كان ابن أبي وداعة يلازم المسجد طلبا، دا طالب العلم جو جمعات بحر وخيراتو يلازم معنا يعني همشوالي بكودو جمعات سرا طلبا غختنا بكودو دسا غختنا طلبا دسا دا بارابراتو طلب سشو. عندما تغيب ابن أبي وداعة ظن ابن المصيب، كلاجي ابن أبي وداعة غايب شو غير عزر شو درسنا، ابن المصيب أستاذ أو شيخ سقو من بيوكو جدا ولي غير عزر شو بديم. لو علم ابن المصيب بوفاة زوجتي ابن أبي وداعة لا، وكثير ابن المصيب تدا قتل قدل ويتي لدغ الشخص خز وفاة شوية نصب وسركر ويتي. فنزم ظن ابن أبي وداعة أن الناس لم يزوجوه لي، دغ طالب العلم ابن أبي وداعة لاغ دا قمانك جمال بتسوك خزرانك بلا، ولي علتي سوء غزكر كورستا. شبغم سوي، لما قال ابن المصيب لابن أبي وداعة أنه سيزوجه ابنته، كلت ابن المصيب دغ طالب العلم تأول تزتات اللور در كومباني كابان دي دغ السحالات دي وحكي. ومصول زوج ابن المصيب ابنته لأبي وداعة لي، ابن المصيب تدغ كستا داخل اللور ورق لدى السخاطر من دي. أتم أخفى ابن أبي وداعة الطعام عن زوجته لي، ابن أبي وداعة خوراك بردكو دخبلي خزينة ولي أغا علتي سو كده جاغرو جو ما خام خوراك راغستيو رانات إخيو چه كلا پوشو چه زما أستاذ رالي وخزي رالا نو خوراك بردكو سو جنا. تعالوا نجيب. السؤال الأول يقول: صلى شريح لله شكرا على جمال زوجته، لماذا صلى؟ هل صلى صلاة الفرض؟ لا. صلاة النافلة؟ لا. شكرا على جمال زوجته. السؤال الثاني: كان ابن أبي وداعة يلازم المسجد طلبا، للعلم ليس فقط للصلاة ولا التلاوة، بل كان يطلب العلم فلهذا يأتي إلى المسجد دائما. عندما تغيب ابن أبي وداعة ظن ابن المصيب، ماذا ظن به؟ ظن أنه مريض فقط. السؤال الرابع يقول: لو علم ابن المصيب بوفاة زوجة ابن أبي وداعة لواصاه، لحضر إلى جنازته. السؤال الخامس ماذا؟ ظن ابن أبي وداعة أن الناس لم يزوجوه لأجل فقره،
السؤال السادس يقول: لما قال ابن المصيب لابن أبي ودرعة أنه سيزوجه ابنته انعقد لسانه. السؤال السابع: زوج ابن المصيب ابنته لأبي وداعة لدينه ولخلقه. السؤال الأخير يقول: أخفى ابن أبي وداعة الطعام عن زوجته لماذا؟ لئلا تراه. داعز يطمنه من غوتاوصر يو برخوا لنا ورست بلا برخة مشتا التعبير الشفهي والكتابي فمدق موضوع باندي نو إن شاء الله فديب عني باكتفاوكم باقي چکم تمارین دی هغه به ان شاء الله په بلخ پرونه کې واخلو تر هغه پورې په رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزت من خوشاله کامیاب آباد وسی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شکرا لك ایها الاستاذ.